تمكن ضباط مباحث مينيا القمح بالتنسيق مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية من القبض على دسوقي أبو صبيحة أخطر تجار المخدرات بالقرية وشقيقه السيد و15 آخرين وبحوزتهم 3 بنادق آلية وطلقات نارية. جاء ذلك بعد الأحداث الساخنة التي شهدتها قرية شلشلمون بين الشرطة وأنصار دسوقي الذين تمكنوا من تهريبه ومحاصرة قوة الشرطة في بداية التعامل معه وحرق سيارتين لهم وإصابة 3 مجندين في وقت سابق. وبمجرد مشاهدته للقوات قام بإطلاق الأعيرة النارية تجاهه من سلاح ناري كان بحوزته، فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية وتمكنت القوات من القبض عليه وأنصاره وبحوزتهم كمية من الأسلحة والذخيرة. للمزيد من التفاصيل بينضم لنا اللواء سامح الكيلاني مدير امن الشرقيه. سياده اللواء برحب بحضرتك في الحياه الان. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ تمام. سياده اللواء عايز اطمن من حضرتك على مداهمه العصابه وقريه شلشلمون والقبض على هذه العصابه، كيف كانت العمليه وايه الوقت بالتحديد اللي استغرقته هذه العمليه وايه المضبوطات؟ هو الحقيقه قريه شلشلمون من القرى المشهور عنها في بعض الأشقياء بيقتلوها وفيها سطوة إجرامية. أثناء مرور أحد السادة ضباط إدارة البحث الجنائي أول امبارح بالليل هو والقوات بتاعته شاهد أحد المطلوبين ودسوقي أبو صبيحة ده هربان من سجن أبو زعبل من حكم من الأحكام، له 18 سنة كان محكوم عليه. ترجل على الفور هو والقوة وتمكن من ضبطه، إلا أنه الأهالي حصروا القوة وأطلقوا عليهم نيران، مما أدى إلى إصابة شرطي عندنا بطلق ناري في البطن وإصابة مجند بطلق ناري في القدم ومجند آخر، وتمكنوا من حرق سيارة من سيارات الشرطة وإتلاف السيارة الأخرى. على الفور انتقلنا وقيادات المدرية وإدارة البحث الجنائي وقوات الأمن المركزي بمدرعات، وتم محاصرة الأشقياء دول وتمكنا من استخلاص السادة الضباط والأفراد والقوات بتاعتنا. على الفور شكلنا فريق بحث من قطاع من إدارة البحث الجنائي وقطاع مصلحة الأمن العام بالاشتراك مع قوات الأمن المركزي، وتمكنا من ضبط 5 من العناصر في فجر نفس اليوم من قرية شلشلمون اللي قاموا بالاعتداء على القوات. لخطورة هذا الأمر وجنوح الأشقياء الخطرين للتصدي لأجهزة الأمن أثناء تنفيذ القانون، الحقيقة اهتم بهذا الموضوع قيادات الوزارة وشكلنا فريق بحث على مستوى عالي. تمكننا من رصد تحركات المتهمين عاقب فرارهم من القرية، وحددنا مكان تواجدهم. وفي فجر اليوم قامت قوة كبيرة جدا من إدارة البحث الجنائي ومن فرع الأمن العام ومن قوات الأمن المركزي وقوات الأمن التابعة لمديرية أمن الشرقية، وحاصرنا الزراعات وتمكننا من ضبط الدسوقي محمد أبو صبيحة ومعاه سلاح آلي وشقيقه و3 من المسجلين الخطرين اللي هاربين من احكام، وموجود على الصوره قدام حضرتك المضبوطات. هذا الكلام لاقى استحسان كبير جدا في قريه شلشلمون. هو كان في من ضمنهم سيده سياده اللواء؟ سياده اللواء حضرتك سامعني؟ سياده اللواء اي فندم حضرتك، هو في الصوره اللي معروضه امامنا على الشاشه يبدو ان في من ضمنهم سيده امراه اللي هي بنت دسوقي محمد ابو صبيحه، بنت دسوقي محمد ابو صبيحه، ودي كانت من ضمن الناس اللي اعتدت على سياره الشرطه والقت عليها الزجاج من التوف مما ادى لاشتعالها. تمام. كلهم تم القبض عليهم سياده اللواء ولا في منهم فر هاربا؟ لا، اللي موجود قدام حضرتك 10 دول العناصر اللي هي المسؤوله عن مقاومة السلطات ومعظمهم مسجلين وليهم قضايا سابقة، وتم ضبط 0.5 كيلو هيروين معاهم والأسلحة الآلية. الكلام ده لا استحسان كبير جدا بالنسبة للشارع الشرقاوي، لأنه أكد على أن قوات الأمن وأن مديرية أمن الشرقية قادرة على بسط الأمن الحمد لله في ربوع الشرقية كلها.
تمام، هل في حد منهم فر هاربا ولا الكل تم القبض عليه والسيطرة على الموقف؟ لا الحمد لله احنا سيطرنا على الموقف وقدرنا نجحنا في وقت البؤرة الإجرامية دي، وإن شاء الله احنا مش هنخلي أي بؤرة إجرامية موجودة في الشرقية. ده السؤال التاني يا فندم اللي عايز أسأله لحضرتك، في كام بؤرة إجرامية موجودة بالشرقية؟ يعني بالذات الشرقية يمكن وبعض المناطق الأخرى بدأت تنتشر فيها مسألة البؤر الإجرامية. لو سمحت يا فندم بعد إذن حضرتك، لو حضرتك متتبع معانا متتابعين وأنا قبل كده الأسبوع اللي فات دخلت في مداخلتين مع حضرتك وفي الحياة، إحنا بقالنا 15 يوم في حملة مفتوحة، منطقة السحر والجمال، منطقة وادي الملاك، منطقة سامي سعد، منطقة الحسنية، لمنطقة أبو نجاح. هذه المناطق إحنا بنتحرك ليها بمأموريات واستهدفنا عناصر، ضبطنا العديد من التشكيلات العصبية، ضبطنا العديد من الأسلحة، ضبطنا العديد من الهاربين من السجون إبان ثورة 25 يناير، ضبطنا العديد من التشكيلات العصبية لسرقة سيارات. الحقيقة الأمن مش في الشرقية، أنا على ما أعتقد أن الأمن على مستوى الجمهورية وكان سيد وزير الداخلية صرح بهذا الكلام، ارتفع المعدل بتاعه ارتفاع ملحوظ، وده واضح وده لإعادة ثقة الشعب في جهاز وزارة الداخلية، وإحنا إن شاء الله هنستمر في هذا الموضوع. أنا بشكر حضرتك سيادة اللواء سامح الكيلاني مدير أمن الشرقية، ده اللي بنتمناه طبعا سيادة اللواء، وده اللي احنا بنأمل فيه ونأمل في استمراره حتى القضاء تماما على كل البؤر الإجرامية. تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط مخزن للبنادق الآلية داخل مغارة بالقرب من مدق جبلي بقرية العركة التابعة لمركز فرشوط. كان اللواء محمد كمال مساعد وزير الأمن بقنا قد تلقى إخطارا يفيد بضبط كمية كبيرة من الأسلحة الآلية بمغارة بجوار مدق جبلي بجبل قرية العركة، وفور التأكد من المعلومات قامت قوات الأمن بمداهمة المغارة الجبلية، حيث استشعر الجناة قدوم الشرطة ولاذوا بالفرار، وتم ضبط 8 بنادق آلية داخل المخزن وتم تحرير محضر بالواقعة. بتقوم أجهزة الأمن بتمشيط المنطقة بحثا عن الجناة.